طبعا ابو حمدان اكيد انت عارف طبعا انت نجم وملحن وهذا، لكن في فرق بين نشره الاخبار وفرق بين اي برنامج او تقديم او غناء او غيره. نشره الاخبار تعتمد على الثقه، على الجراه، على مخارج الحروف، على الكلمات، في تون معين بعد. تون معين صح. نعم، واكيد طبعا ساره بعد لها توضيح معين بالنسبه للنشره. والله نشره الاخبار اكيد يعني فيها مثل احداث لازم انت تغطيها، عندك مثلا المراسل يختلف في عمله من المحرر من مذيع الأخبار، عندك مثلاً يعني difference between بنقول نشرة الأخبار والبرامج. الأخبار هي أحداث حقيقية واقعية تنقل إلى المشاهدين، أما بالنسبة للبرامج هي أفكار، وهي حتى ممكن تكون يعني تحاكي مثلاً فئات مختلفة من أفراد المجتمع. فكرة هي مثلاً ما بنقول ساعدني شوي غششني يعني باختصار باختصار شديد الخبر هو تقرير وصفي بالضبط يصف الحدث الآن وهو يهم صح. القراء الآن بالضبط. لذلك عندك يعني جملة في اللغة العربية تقول ليس الخبر بأن يعض الرجل كلبا، بل الخبر أن يعض الرجل كلب. فهني الحدث يعني شوف الفصاحة باللغة. طبعا أنا آسف للكلمة، بس هذه بلاغة تعبيرية في عالم الأخبار، أن شيء يهم القراء الآن صح. وحدث معين. يعني إذا كان الخبر صار لمثلا يوم هاي خلاص ما قد خبر، لأن حتى ما نشيله في النشرة نحسه مثل خبر بنقول باي، لازم يكون فرش من قبل، لازم فرش 24 ساعة. طبعا بشكل مبسط وبشكل عام أنا خبرة 18 سنة تقريبا إلى 20 سنة في الأخبار وبرامج الإعلام بشكل عام، سواء تحرير، صحافة، اقتصاد، كل القوالب يعني قمت فيها. لكن الأخبار لها طابع مميز بحيث أن مذيع الأخبار يقدر يسوي أي شيء، بحيث أن الـ يعني القوالب الأخرى ممكن ما يقدرون أنهم يسوون الأخبار. فهذا اللي يتميز فيه مذيع الأخبار. الحين أنتوا عطيتوه كل المعلومات الغنية، عطيتوه كل القواعد اللي هو ممكن يعني تساعده.